هذا المسجد في أوزبكستان يعتبر تحفة إسلامية رائعة. يحتوي على 30 غرفة، كل غرفة منها تحتوي على جزء كامل من المصحف الشريف محفور على جدرانها بخط جميل وواضح، مما يتيح للزوار القراءة بسهولة وبدون الحاجة إلى نظارات. بو كراسكا بلن يازل مجن توشكا ويو بيازل مجن توشكا ما شاء الله مسكر جن غرفة الجزء الخامس عشر 15 بارة إسراء سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ما شاء الله جميل جدا آخر گروه فجع یازده بر پاره تولم.